السلام عليكم، معكم احمد او دحمر بربربا او احمد دحمر بربا. اليوم سأعرض لكم كيفيه صنع الرجل السنو او الجولين مان. فلنبدا الشرح. اولا سنريكم كيفيه صنع الايرون جولين، وهنا نضع البوكيمون مثلا هكذا لنطلع ايرون جولين. ما هو الايرون جولين؟ لا حاجه لوضع هذه. اما الرجل السنوف فتضعون حبتين ثلج هنا هكذا، وانا اضع حبة سنو هنا لاضع البوكيمون، وها هو. والان تحتاجون فقط الى بلوك اوف ايرون وبلوك اوف سنو كيف تعمل لكي نعمل ايرون جولم؟ نضع حبتين بلوكين فوق بعضهما و لديهما يدين، ونضع البوكيمون. هكذا. ورجل سنو نضع حبتين من السنو ونضع فوقها البوكيمون، وها هو وهما. وانتهى الشرح. والآن انهينا، وصلنا الى نهاية الفيديو. ارجو ان تضعوا لايك وتضغطوا على زر لايك وسبسكرايب، اشتركوا في سبسكرايب وتشتركوا في قناتي، ومع السلامة.